إنه من دواعي السرور أن نستقبلكم بمناسبة تخرج الدفعتين 17 من مفتشي الشرطة والمتألفة من 22 مفتشة والحادية والأربعين من وكلاء الشرطة والمتألفة من 487 وكيلا، علما بأنه لا يزال 15 مفوضا وخمسة عشر ضابطا يواصلون تكوينهم بالمدرسة الوطنية للشرطة بعد أن تجاوزوا بنجاح إلى السنة الثانية. أيها السادة والسيدات، لقد شكلت السنة الماضية تحديا كبيرا للمدرسة الوطنية للشرطة ومكونيها بفعل تعداد الدفعات المذكورة واختلاف مستوياتها، غير أن الإرادة والتصميم اللذين تحلت بهما طواقم المدرسة مدفوعة بالتوجيهات والدعم المادي والمعنوي المستمر من الفريق المدير العام للأمن الوطني مكن من الوصول إلى الأهداف المرسومة، كما ستلاحظون من خلال مستوى الجاهزية والقدرة التنافسية التي يتحلى بها المتدربون لتحمل مسؤولياتهم الأمنية مستقبلا بإذن الله، وقد وفقنا الله بعونه لرفع تلك التحديات. أيها السادة والسيدات، بما أن الأهداف واضحة ومحددة تبعا للسياسة العامة للدولة للنهوض بقطاع الشرطة الوطنية على مستوى المصادر البشرية والبنى التحتية والتجهيزات، فقد أصدرت تعليمات للمدرسة من طرف الفريق المدير العام للأمن الوطني بالقيام بكل التدابير والإجراءات من أجل إجراء تكوينات مكثفة تركز بالأساس على المهارات اللازمة للقيام بالواجب الوطني على أكمل وجه، ووفقا للرؤية التطويرية القطاعية كما حددت الاستراتيجية التكوينية المعتمدة للفترة ما بين 2013-2018، فقد كانت التعليمات صارمة لتنفيذ تلك الرؤية. بالنسبة لهذه الدفعة بالذات، نظرا لحاجة القطاع الماسة لها ولأنها تشمل جميع أسلاك الشرطة الوطنية من مفوضين وضباط ومفتشين ووكلاء، وهي دفعة غير مسبوقة من حيث العدد والتنوع، وما لها من أثر على حاضر ومستقبل القطاع. وقد تم تطوير ومراجعة برنامج التكوين بالمدرسة بشكل يتلائم مع التحديات الجديدة المتمثلة في الإرهاب وعولمة الجريمة والثورة التكنولوجية التي تطورت وتتطور بشكل سريع ومذهل، وما يصاحب ذلك من تحديات للأمن. وقد مكنت هذه المراجعة من تشخيص دقيق للمهن الشرطية بشكل أظهر بوضوح الكفاءات المطلوبة لأي مستوى أمني، لذلك حرصنا على تزويد المتدربين بمهارات معرفية وسلوكية وحركية ولفظية ووجدانية تبعا للمستوى الأمني المستهدف بشكل يجعل باستطاعتهم القيام بالواجب على أكمل وجه وفق معايير الأداء محددة سلفا في مرجع المهنة.